إذن للحديث عن استمرار أزمة الكهرباء في العراق مع كشف وزارة الكهرباء الحالية توقف خطوط نقل الغاز الإيراني مع الاتهامات الشعبية للحكومة بالمسؤولية عما يجري، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو لبيد الصميدعي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. يعني كما تعرف، وزارة الكهرباء الحالية تؤكد أن المنظومة الكهربائية في العراق تشهد وضعا سيئا مع توقف إمداد خطوط نقل الغاز الإيراني. بماذا تفسر ذلك في بلد نفطي مثل العراق؟ الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. المبررات التي تطرحها الحكومة العراقية بالحقيقة سمعناها وشبعنا منها، من هذه المبررات. المشكلة الأساسية هي بالحقيقة عراقية بحتة، والمشكلة هي سياسية بحتة. لماذا؟ لأن عملية ربط العراق من ناحية الطاقة والتزويد بالكهرباء بإيران هو بالأساس هو بالحقيقة عملية سياسية، يراد منها الاعتماد على إيران بشكل كامل في مسألة تزويد هذا المجال من الطاقة. والطاقة الكهربائية كما نعلم هي تمثل عصب الحياة بالنسبة للمجتمع العراقي وأي دولة أخرى، وهذه مشكلة. والهدف الآخر بالحقيقة من الاعتماد على إيران هو من أجل تنمية وإنعاش الاقتصاد الإيراني، لا سيما بأن إيران تتعرض لحصار اقتصادي من قبل أمريكا، وهناك أزمة بينها وبين أمريكا. نعم. والعراق يشعر باعتبار العراق كحكومة، أنا أتكلم كحكومة وكأحزاب وكتل سياسية، يشعر بأنه مدين لإيران باعتبار أن إيران هي الحاضنة وهي الأم الحنون التي تربى في حضنها، تربت في حضنها هذه الأحزاب وهذه الكتل السياسية، سواء قبل الاحتلال، قبل مجيء هؤلاء هذه الأحزاب والكتل على في او خلف الدبابة الأمريكية، او بعده، بعد ان تم الاحتلال وتم ارساء حكومة محاصصة. تهافتت كثير من القوى الشيعية وسنية وكردية بمختلف انواعها والوانها، تهافتت على ايران، واستطاعت ايران الحقيقة أن تجعل من هؤلاء أدوات، أيضا من أدواتها التي تستخدمها في داخل العراق من أجل تنفيذ مصالحها ومشاريعها. أستاذ لبيد، الجانب الإيراني يعزو إيقاف إمداده للغاز، يقول بأنه وجود مستحقات مالية بذمة العراق تقدر بمليار وستمائة وخمسين مليون دولار تعود لثلاث سنوات ماضية. في هذا الإطار نحن نسأل ونتساءل، إذن أين ذهبت الأموال التي تسددها الحكومة في العراق لطهران مقابل الغاز الإيراني؟ بالحقيقة إيران تكذب بصورة ذكية، تلقي باللائمة على الحكومة العراقية وعلى العراق، لأن هذه المبالغ المستحقة بالحقيقة لا تصل إلى ملياري دولار. في الحقيقة هذه المستحقات تكررت في كل موسم من المواسم، تتكرر هذه ويتم تسديدها. العراق سدد أكثر من 6 مليارات دولار في خلال العام الماضي، وتبقى مستحقات ويقوم العراق بتسديدها. لكن المشكلة بالحقيقة هي كما ذكرنا، المشكلة بالأساس يعني هي تعود إلى زمن حسين الشهرستاني. نحن إذا أردنا أن نعالج المشكلة من جذورها أو نبحث المشكلة من جذورها، عندما كان حسين الشهرستاني نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة في زمن حكومة نوري المالكي الثانية، قام باستيراد محطات توليد طاقة كهربائية تعتمد على الغاز، ويعرف هو وغيره وكل الناس تعرف أن العراق لا يمتلك الكميات الغاز الكافية لتشغيل طاقات غازية. العراق كان طيلة الوقت يعتمد على طاقات على محطات كهربائية تشتغل على الديزل، فهو جاب واستورد محطات، عدة محطات أو محطات طاقة كهربائية تعتمد على الغاز، لأنه يعرف مسبقا أن العراق سيحتاج إلى استيراد غاز. ومنين راح يستورد الغاز؟ يستورد الغاز من إيران. لا. يعني لأنه لذلك يتحمل مسؤولية هو وحكومة المالكي، واستمرت هذه الحالة، ويعرفون القوى السياسية جميعها والحكومات المتعاقبة جميعها تعرف هذا الخلل، تعرف أن المحطات الطاقة الغازية يجب أن تستبدل محطات تشتغل على الديزل، لأن العراق ينتج الديزل. العراق بلد بترول يضخ، يعني ثاني مصدر للنفط في منظومة أوبك.
لكن الارتباط بإيران هو سيد الموقف، هو يجب أن يكون هناك ارتباط جذري بإيران. طيب إيران طيب حاليا طيب أستاذ لبيد، في هذا الإطار حتى لا نغادر هذه النقطة، لماذا يراد ربط كهرباء العراق بإيران وغاز إيران؟ التقارير كما تعرف تؤكد أن العراق صرف 82 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ 18 عاما ماضية، ألم تكفي هذه الأموال لتطوير قطاع الكهرباء أستاذ لبيد؟ أستاذي الكريم، احنا اذا هذا اجاوبك على هذا السؤال، هناك دول افريقيه فقيره جدا مدقعه بالفقر، لا تملك لا موارد ولا واحد بالمليون من الموارد التي يمتلكها العراق. نعم. واستطاعت ان تتجاوز مشكله الطاقه ومشكله الكهرباء وما فيها اي انقطاع للكهرباء، سواء دول فقيره من قاره افريقيا. انا نستطيع ان نذكر عدد من هذه الدول. مشكلة العراق ليست مشكلة مالية وليست مشكلة موارد ومشكلة، يستطيع العراق أن يعقد بكرة، يستطيع العراق أن يتفق مع شركات كهرباء عملاقة سواء كانت ألمانية أو أمريكية، ويستطيع أن يحدد على مدى من سنة إلى سنتين أن ينجزوا مشروع من الطاقة بشروط العراق نفسه، يدفع العراق وبشروطه، يستطيع أنه بجارنتي يعني انه لا تنقطع الكهرباء. هذا حدث مع عده دول ومنها يعني دول افريقيه كما ذكرنا، هذه بكل سهوله يستطيع ان ينجزها العراق ولا تحتاج الى التمويل الهائل الذي ذكرته حضرتك، لكنه المشكله اكرر مشكله سياسيه بالدرجه الاولى، ومشكله اخرى تتعلق المشكله الثانويه الاساس هو الفساد ايضا، لانه من مصلحه الكتل السياسيه أن تنقطع الكهرباء ويجري الاعتماد على المولدات الأهلية، لأن المولدات الأهلية بالحقيقة تكسب أرقاما هائلة، أرقام فلكية من المليارات. نعم. مليارات الدنانير، وهذه بالحقيقة مافيات، هذه المولدات الأهلية مرتبطة بمافيات تديرها الكتل السياسية وقادة الأحزاب. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.